أهلا بكم من جديد. كشف المحلل الاستراتيجي فاضل أبو رغيف عن إلقاء القبض على خلية أمراء الصحراء التابعة لداعش، مبينا أن خلية الصقور الاستخبارية فككت أخطر مجموعة لديها معرفة بأحوال الصحراء الغربية والشرقية من البلاد، وكانوا يمثلون خط سير العجلات ونقل الانتحاريين من سوريا إلى القائم ومن القائم إلى الرطبة وكيلو 160 والفلوجة. وأشار أبو رغيف إلى أن الملقى القبض عليهم مسؤولون عن عمليات إرهابية سابقة مثل تفجير مطعم فيدك في الناصرية وسيطرة الآثار في بابل ومحاولة اقتحام سجن الناصرية ب200 إرهابي، وهم كل من بندر وشقيقه مطلق ومسؤول شؤون النقل أبو هاشم ووالي الرطبة الذي تسلم الإمارة العسكرية عن المقتول شاكر وهيب.